الاقتصادي المغترب. أهلا بيك معنا أهلا دكتور بحضرتك. محمد. ممكن أخذ من حضرتك بس نص دقيقة أرسل تحيتي لسيادة اللواء مهندس باقي زكي يوسف ياقوت. ده المهندس اللي فكر في مضخات المياه لتكون بديلا عما قالوا سد بارليف يحتاج قنبلة ذرية، عمل لهم قنبلة مائية. والعبد لله تشرفت بمعرفته، هو بمثابة أب ليا، وجلست معاه النهاردة وخدت نجلي اللي هو لسه في كلية الهندسة، وقلت له شوف ده مهندس عظيم عمل ايه وما يأس. انا عاوزك تبقى حقق ما المعجزة تيأس، لمصر عايزك ما في حرب تيأس، العاشر وكل من رمضان مشكلة ليها والسادس حل من هندسي أكتوبر. وحل علمي. ده اللي حتى حاولت اوصله، والولد كان سعيد باللقاء للأجيال ده، الجديدة طبعا. وسيادة الله كان سعيد بانه شاف واحد من الاجيال الجديدة، فده كان شيء مهم جدا. طيب ندخل بقى بإذن الله في تفاصيل هذا الحوار وعن القرارات الاقتصادية الأخيرة والتي يرى البعض أنها كما تستهدف سد عجز الموازنة، أيضا مرتبطة بشكل كبير بقضية أشمل تتعلق باستقرار القرار الوطني. هل أنت مع هذا الرأي؟ والله عايز اقول برضه هاخد من حضرتك نص دقيقه في تعليق على الموضوع ده. تفضل يا معلم. اولا نشكر، او لازم نشعر بان لاول مره حد يكون له شجاعه اتخاذ هذا القرار. هذا القرار كان لابد ان يتم عمله من مده طويله، ولكن كان في راي انه يتعمل على مراحل. لو كان اتعمل على مراحل ما كانتش الازمه توصل لهذا الحد. ده قرار لابد منه، ولكن بعض من هذا القرار التوقيت عليها بعض هنتكلم في الإضافات. التفاصيل على مسألة التوقيت، والمسألة اللي حضرتك أثرتها أنه لو كانت اتخذ على مراحل، ولكن من ناس الرأي تانيين الذي ما يكون بكلمش عليه، هو من ناس تانيين يعني، ده بقاله عهود وعهود وموجود وكله بيرحلها للأجيال القادمة، ومحدش عنده شجاعة اتخاذ قرار في هذا الموضوع. فلازم يعني نعترف أن في هنا شجاعة اتخاذ القرار، ولكن الموضوع كبير كبير جدا. يعني هنعرف من حضرتك أسباب رؤيتك أنه كبير، وهل هو مرتبط فعلا كما يرى البعض باستقلال القرار الوطني؟ طبعا مش دلوقتي، يعني عشان أبسط الموضوع للسادة المشاهدين، لو قلت بس أنا على المستوى الفردي، أنت مثلا بتاخد 5000، إيرادك 5000 وبتصرف 11 طول عمرك، هتبقى أنت عايش على ديون. ما ينفعش الموضوع ده يتعمل مع ديون، مع دولة ودولة بحجم مصر. أيوة. انت كده مصروفاتك اعلى بكتير من ايراداتك، وده عامل عجز في ميزان المدفوعات. ولازم ليها حل. هتفضل تستلف من الناس؟ هتفضل تاخد اعانات؟ ما ينفعش. احنا دولة عظيمة ولازم نبقى دولة عظيمة. فالقرار صح، ولكن في تفصيلة صغيرة ويمكن انا اكون غلطان فيها، يمكن هم صح. انا كنت ارى ان موضوع السولار يتأجل شوية او يتاخد على مراحل، وموضوع البنزين 80 بالظبط، لسبب انه هو لانه بيخدم الطبقه الاكثر احتياجا وتاثيره اعمق. لان الموضوع مش موضوع رقم ارتفع به الماده اللي هي البتروليه، في تاثير تاني غير مباشر. يعني اللي بيحصل ان الشخص اللي بينقل الحاجه دي هيلاقي انه هيدفع مبلغ كذا زياده، فالمبلغ ده هيحطه على المشتري مثلا بينقل الخضار، هيروح حاطه على الخضار، زائد تخوفه من باقي السلع هترتفع اسعارها، هيروح حاطط مبلغ تاني كمان زياده. فهيقولوا انت جشع. ايوه، هو الفكره انه خايف. يعني حتى ناخدها على المأخذ الكويس، انه خايف بالنيه الحسنه، حتى بالنيه الحسنه، وممكن يكون ببالغ كمان في حط الرقم. طب الموضوع ده يلزمه ايه بقى؟ هم طبعا عملوا اجراء كان في منتهى الاهميه، انه نزل اتوبيسات بالظبط، عشان اتوبيسات تابعه للجيش، عشان ما يبقاش في استغلال في النقل ومبالغه في فرق السعر. لكن فتحوا منافذ ايضا للبيع، منافذ الجيش مش عارف كان جامعات تعاونيه بس ولا لا، منافذ للجيش ايضا لبيع المنتجات الغذائيه. لا انا اقصد ان لو في منافذ متحركه، يعني عربيه مفتوحه، سيارات متحركه. اعتقد يمكن هتيجي مرحله تاليه، ده شيء في غايه الاهميه عشان تعمل سيطره على الاسعار، وتبقى في الاحياء يعني الشعبيه وغيرها. يعني قبل الانتخابات احنا سمعنا عن 2000 سياره، أيوة. اعتقد كان في البرنامج، فده وقته 1000، هو كان ايامها 1000 بس احتمال مع ظروف احنا فيها بقى في تبقى 2000. احنا بنعمل في 1000 بالظبط. حضرتك ده حل في يعني واقعي وهيجيب نتيجه يتعمل. حضرتك شايف ان هذه الاجراءات كافيه فعلا او قادره على ضبط اليات السوق؟ هو تخفيف الاثر، تخفيف لابد هيحصل اثر وهيحصل ارتفاع اسعار، لان زي ما قلت لحضرتك، هو مش بس سعر الطاقه اللي هو زاد، التخوف من ان باقي السلع هتزيد، لان ما فيش حاجه ما بتتنقلش. الملابس بتتنقل، الاكل بيتنقل، البني ادم بيتنقل، كل حاجه بتتنقل. فكل حاجه بتتنقل هيزيد سعرها.
وتخوف الناس ان هو عامل هامش ربح مثلا 10 بيجي له 10 او 20 كل يوم، هيقول لك لا ال 20 دلوقتي ما عادتش تكفيني، حتى لو انا خدت الفرق الزياده بتاع الطاقه لا ده انا ممكن لما اجي اصرف ال 20 مش هتكفيني، لا انا عاوز 30 مثلا. فده برضه هيحصل. طبعا التدخل لعمليه السيطره ده شيء مهم. طيب كيف لا تدفع الطبقه الكادحه الثمن كاملا لانقاذ الاقتصاد القومي؟ شوف هقول لحضرتك حاجه، القرار ده يعني معلش انا هشبهه بحاجه فظيعه، ده عمليه العجز ده شبيه بورم سرطاني. لانه ده اولا انت بتاخد اولا بتستلف، ما عندكش الفلوس دي بتستلفها. طيب لو حتى الفلوس دي موجوده بدل ما تتوجه هو الفكره الجديه، بدل ما تتوجه لدعم الطاقه ممكن توجه للفقراء، ممكن توجه لعمل مستشفيات، ممكن توجه للتعليم وهكذا. لان دي مكبله الدوله، مكبله الدوله في الموضوع ده. دي حاجه. يعني انا كنت اتمنى ان احنا لما نيجي نوصل للقرار ده نكون احنا مثلا خلصنا الملف الامني بالكامل والسياحه رجعت، لان ده جزء من الناس اللي اصبحوا فقراء مع انهم عاده مش فقراء، اللي هم بيشتغلوا في السياحه. يعني كان يبقى ده بالتزامن مع اجراءات اخرى، اجراءات اخرى تحسن للحال الناس اللي هتاثروا. يعني الناس اللي ايرادات عاليه اللي هم شغالين في السياحه دول اللي هم اصبحوا فقراء بالامر لان ما فيش شغل قاعدين في البيت، فدول كانوا رجعوا. زائد ان في مصانع اغلقت بسبب ان بعد 3 سنين عندهم مشاكل من بنك الفوائد تراكمت عليهم وقفلوا والكلام ده كله. ديت برضه كان يبقى في اجراءات انها تشتغل تاني، اعاده جدوله الديون مع البنوك، لان عايزين نبص للعماله، العماله لازم تشتغل لان دي ناس يبقى في ايدها فلوس تعرف فيبقى الوطأ بتاع الاسعار ما يبقاش قاسي على عدد كبير من الشعب. هي دي الفكره. بالظبط. هناك من يرى ايضا دكتور محمد ان كما قلت حضرتك إن اختيار التوقيت كان ربما لو اختلف كانت اختلفت أمور كثيرة، ولكن هذا الدواء المر يجب علينا أمر لابد منه. وشجاعة كمان، الشجاعة في اتخاذ القرار يعني صعبة. بالزبط. صعبة جدا. ولكن هل كان يمكن أن تخرج هذه القرارات الصعبة بإخراج إعلامي حتى وتمهيد للمجتمع بشكل مختلف؟ الإخراج الإعلامي في النهاية يعني ده جزء مهم من الموضوع، ولكن الشخص الفقير والناس محدود الدخل هو عايز حاجه على الارض. يعني لو انت قلت له انا هعمل غرامه على فلان وعلان مش هتاثر فيه قوي زي ما يلاقي فيه بضاعه جات له بسيارات باسعار معقوله. يبقى العامل على الارض هو ده اللي بيهتم بيه الشخص. وبعدين انا كان في تخوف كمان ان الناس تستغل الموضوع ده، ناس اعداء لمصر زي الجماعه الارهابيه وغيرهم، ويبتدي بدل ما المظاهره بتاعته بتبقى 100 تبقى 200 ويحاول يحشد ويستخدم فلوس ويستخدم كذا. فبرضه من المهم جدا الاهتمام جدا بتجفيف منابع الارهاب عشان ما يستغلوش الحوادث دي في زياده الناس المتعاطفه معاه. ده شيء مهم جدا. طيب لو اتكلمنا عن اثار بقى ربما تكون ايجابيه لهذا القرار في جذب الاستثمارات، يعني هناك من يقول كيف ياتي لك المستثمر وهو يعلم ان هذا الكم من الاموال تذهب فقط لدعم المحروقات ودعم الوقود وايضا للرواتب والاجور وهكذا، هل هذا الاجراء يساهم في دعم جذب الاستثمار؟ لابد ان نعتمد على هذا الموضوع، لابد ان نضيف اليه اشياء. زي ما قلت لحضرتك من المهم جدا ان السياحه ترجع بكامل قوتها، وده بيتاتى من الملف الامني. يا اخواننا نحن لا نستخدم الاليات العلميه الموجوده في جميع انحاء العالم، انا باعتباري يعني في الخارج ومطلع وعارف الكلام ده، في يعني مش هقارن نفسنا ببريطانيا وباوروبا وبامريكا، لو قارنا نفسنا حتى بدول عربيه مجاوره زي الامارات. عندهم كاميرات في كل مكان، ودي اللي خلتهم يمسكوا القاتل بتاع سوزان تميم، حادثه مشهوره بعديها بدقيقه مع الدليل اشترى منين وعمل ايه. كل ده بالادوات العلميه الحديثه اللي هي مفتقده هنا في مصر بسبب ضعف الايرادات اللي موجوده. ولذلك العبد اللي طرح الموضوع من 3 شهور وقابلت مع الداخليه وطرحت الموضوع ده، فتح صندوق لجمع تبرعات لمكافحه الارهاب لشراء النواقص من معامل دي ان ايه ومن كاميرات تكون في كل مكان. يا فندم احنا لما بسمع على خبر ارهابي ابص الاقي بيقول لما نفرغ الشرايط، حكايه لما نفرغ الشرايط دي حكايه قديمه. في دلوقتي الكاميرات بتبقى هدفها منع العمل الاجرامي قبل وقوعه. طبعا. بيبقى في تبليغ فوري، بيبقى معروف الشخص ده بيعمل عمل مريب
بيغطي وشه يبقى ناوي يعمل حاجة، فبتتحرك إليه حركة سريعة بتمسكه من قبل ما يعمل حاجة. قاعد محني على حاجة ومعاه صندوق بيعمل بيجهز قنبلة أو بيعدها، ممكن يتمسك قبل ما يتحرك من مكانه. بالزبط. ولما يجي خلايا يعترف إنه عمل 4 عمليات واتمسك في الرابعة، مش معناها إن الداخلية مش شايفة شغلها، لا، معناها إن عندها ضعف الإمكانيات. الدولة مش قادرة. رجاء، أنا دلوقتي بتوجه من خلال البرنامج بتاع نداء إلى السيسي، إلى سيادة الرئيس السيسي، يا سيادة السيسي، يا سيادة المشاهير، حضرتك عامل صندوق مشكور لدعم الاقتصاد، من ضمن دعم الاقتصاد القضاء على الإرهاب عشان السياحة ترجع. أرجوك نستخدم هذا الصندوق ولو لمدة شهر في جامع تبرعات، والعبد الله ومعايا 25 متطوع هندعو في الإعلام وفي كل مكان، وهنعمل ندوات في الخارج في المصريين في الخارج، ندعو لوضع أموال في هذا الصندوق لشراء النواقص لدعم الدولة في مكافحة. طب الصندوق موجود يا فندم. طب يعني يتفتح ويبقى يتقال انه الكذا، انا عاوز يتقال عايز ان يبقى التايتل. الاموال دي اللي هيتم توجيهها من حضراتكم لمده شهر مثلا، لمده شهر ديت لمكافحه الارهاب عشان نشتري النواقص. معامل دي ان ايه، حتى لو هنقدر نستخدم بصمه العين، ايوه، زي بقيه البلاد. الناس دي بتشتغل بامكانيات ضعيفه. طبعا. احنا نديها كل الامكانيات اللي موجوده، وبعدين الاجهزه اللي هتتركب والكاميرات الكتيره اللي هتتحط هتظبط لك الشارع، لو كنت هتظبط المرور لو بعد ما تقضي على الارهاب ان شاء الله. فمش هتخسر، دي موجوده ليك على طول الى الابد باذن الله. بننتقل لخبر الكهرباء تدرس آليات توزيع اللمبات الليد لإنارة المباني الحكومية والشوارع والمنشآت السياحية لترشيد الاستهلاك. تعليق حضرتك على هذا الخبر، وبعده ندخل في تفاصيل أكثر حيث يعني تخصصت فيها أو ناوي اقتراحات بخصوص الكهرباء. طيب، ده خبر كويس جدا، اللي هي اللمبة الموفرة ده إذا كان في لمبة بتديك نفس قوة الكهربائية بتستهلك أقل، فده شيء بسيط جدا وممكن تعميمه. لكن ليه تعليق بسيط بالنسبه لللمبه الموفره اللي هي المفروض احنا عايزين نعممها للبيوت. فانا اقترح تتحسب الحسبه دي، اتعرف مثلا ان احنا نوفر لو 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 اللمبه دي لفت كل مصر يبقى كاننا عملنا محطه كهرباء كبيره. فمحطه الكهرباء الكبيره دي هيبقى فيها وقود، في مبالغ متوفره ان احنا لو اتوزعت مظبوط يبقى وفرنا المبلغ المتوفر ده، ما دعم به اللمبه الموفره عشان الانسان الشخص البسيط ما يبصش لللمبه ديت ويبص التانية ويشتري الرخيصه. لا، انت دعمها بس اعمل على انها توصل له بطريقه ما لبيته. هو المرجو من وزاره الكهرباء ان يتم تعميم هذا الاجراء خلال عام على الشعب، وتخفيض ثمنها، والعمل على انها ما تقعش في ايدين السوق السوداء. دي نمره واحد. طبعا. نمره اتنين، في اماكن اخرى يمكن ضبطها زي المصالح الحكوميه لابد التشديد عليها في التوفير. الشيء الثاني اللي احب اتكلم عليها، في بعض الجهات هي مستهلكة للكهرباء، من الممكن بالأفكار العلمية الحديثة نحولها إلى هيئة أو جهة منتجة للكهرباء ولو جزئية. أعتقد ده اقتراح حضرتك. ده الاقتراح، وكنت مدي لحضراتكم صور عن الموضوع. تمام، هتبتدي تظهر على الشاشة طول ما حضرتك بتشرح لنا. حضرتك مقترح أن وحدة إنتاج الكهرباء باستخدام الحرارة المهدرة من المصانع عالية الحرارة كثيفة استخدام المحروقات. تمام. التفاصيل. حضرتك في بعض المصانع، وليكن مثلا مصانع الحديد والصلب، مصانع الاسمنت، دي بتستخدم حراره عاليه، يعني بتصل الى 1300 درجه مئويه. الحراره دي عملت الشيء اللي المطلوب منها، انتاجت الاسمنت او انتاجت الحديد والصلب وخلافه، بعد كده ما هي مهدره. الجزء من الفكره بتاعتها ان في جزء من الحراره دي الحراره دي بتتخفض، عاوزها حوالي درجه 100 درجه مئويه، بتستخدم في مع بويلر غلايه تغلي الميه توصلها لدرجه الغليان. فيبقى في ستيم، يبقى في بخار، والبخار ده معروف من زمان من ايام القطاره البخاريه وغيره، بيبقى له قوه دفع، بتعمل حركه دائريه، الحركه الدائريه دي بتولد كهرباء. كميتها قد ايه بالنسبه لمصانع الاسمنت تم حسابها، لو الكيلن او الفرن بينتج 1000 طن، مش 1000 طن، 10000 طن، هينتج لك 10 ميجا وات كهرباء. 10 ميجا وات، ودي كميه كبيره، هتمثل حوالي تلت استهلاكه من الكهرباء. بدل ما بيستهلك 100% من الكهرباء من الدوله، يستهلك تلتين وينتج تلت، يعتمد ذاتيا بشكل جزئي. طب تفصيله الموضوع ده، هيكلفه فلوس؟ هيكلفه فلوس، هيستردها من الكهرباء اللي هيوفرها. دي نمره واحد. نمره اتنين، اثناء ما هيعمل كده مطلوب منه يراكب فلاتر، لو هو مصنع
اسمنت عشان الامراض الصدريه والسرطان والكلاده والتلوث والاتربه، وبعدين بترجع له الاتربه، الاتربه دي ده فاقد عنده بيستغلها بتبقى موجوده فالفاقد عنده هيقل. دي ناحيه. الناحيه الثانيه بياخد مكافاه من بعض الجهات الدوليه اللي هي بتحس المصانع على تركيب فلاتر ومكافاه التلوث، هتدي له مكافاه، فده هيرجع له جزء من الفلوس اللي صرفها، زائد ان هيعمل استهلاك الالات دي هيوزعها على كام سنه. طب ازاي حضرتك فهتبقى معفيه من الجرائم؟ توصل لهم ازاي؟ توصل لاصحاب هذه المصانع ازاي وتنشر فكرتك؟ ده لازم قرار زي ما اتقال الرمه المغفره، يبقى قرار رئاسي. ده بدعو سياده المشير السيسي ان يتبنى هذا الموضوع لاهميته. طب حضرتك عرفت هذا؟ في خبر كويس حابب اقوله دلوقتي. الالات دي كانت بتنتج بواسطه اوروبا وبالذات المانيا وايطاليا، وبعد كده بقت تنتج بالصين، وبعدين سمعت دلوقتي ان الهند بتنتجها. فلا، الهند بتنتجها، طب احنا فين؟ يبقى مصر اولى. يبقى بدعو ممكن نشتري وحده او وحدتين، الانتاج الحربي انا واثق انهم قادرين. يا جماعه الخير، الانتاج الحربي فيه علماء. يا جماعه الخير، الفنيه العسكريه بتخرج علماء، واحنا عندنا علماء فيها، فنقدر ننتجها ان شاء الله، ننتجها عنا ونعممها ان شاء الله. ويعني امل كبير في المغتربين بالخارج، سواء العلماء او رجال الاعمال او الخبراء اللي زي حضرتك يمدوا الوطن. كان ليكوا دور كبير لمسناه في الانتخابات، في العمليه الانتخابيه، ودوركم الاكبر ان شاء الله في هذه المرحله. على ذكر ده بس عايز اضيف بس حاجه لحضرتك على الموضوع ده. العبد الله، انا دعوت قبل كده واجتمعت مع الدكتوره وزيرة العمل والهجرة، واقترحت عليها اقتراح القوى العاملة، وانا بعيد الاقتراح بس هدعو معاها وزارة البحث العلمي. عاوزين نعمل مؤتمر للعلماء ورجال الاعمال المصريين بالخارج على الارض المصرية، والعبد الله هيكون معاهم باعتباري مغترب، وهنتكلم فيه على حاجة واحدة بس. احنا يا مغتربين في الخارج، فئة رجال الاعمال وفئة العلماء، عايزين نقدر نقدم ايه لمصر؟ نقدم ايه لمصر؟ وعندي مقترح معين هحاول احطه ليهم على الطاولة باذن الله، اللي هو انشاء مراكز بحث علمي في مصر تطبيقي على الناحية التطبيقية. منتظر كثيرا من القوى المدنية. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود محمد نور الدين، الخبير الاقتصادي المغترب، شرفتنا ونورتنا يا فندم. احنا الشرف لينا. شكرا يا فندم. وبنخرج مع حضراتكم لتقرير عن الحملات الأمنية الموسعة على مستوى العاصمة. كونوا معنا.